يا مساء الهنا ومساء السعادة على كل مشاهدين الصحة والجمال في برنامجكم أكلة بسيطة مصرية. يا رب تكونوا بخير وبصحة وبسعادة، يا رب يعد علينا وعليكم الأيام دي كلها بخير وتكونوا بأحسن حال. النهاردة بإذن الله عاملين لكم داخلين أحلى مصمت، هنعمل كوارع وممبار، حاجة جميلة وصحية 100% للناس الأكيلة صح. هنعملها بطريقة مصرية 100%، ومعانا الشيفة أم بلال تاني مرة تيجي معانا تنورنا القناة بتاعتنا. الست المصرية اللي هي كلها حيوية 100%، تحدد كل حاجة عشان أكلاتها الجميلة وكل حاجاتها ممتازة. هنعمل معاها النهاردة كوارع وممبار بالشوربة بتاعتها، وإزاي نقدر ندخلها الفرن، وهنعمل مع الفتة المصرية بطريقة بتركات بسيطة وسهلة. ونبدأ ونقول بسم الله على بركة الله. اتفضل يا أم بلال. لا إله إلا هو، بسم الله الرحمن الرحيم. طيب بدأنا، هنبدأ الأول بالكوارع. بدأنا تمام. تمام. احنا دلوقتي جبناها وغليت، غسلناها تمام، ضفناها كويس جدا تمام بالليمون والخل والملح والدقيق طبعا زي ما احنا شايفين اهو. مسكناها نضفناها كويس جدا وشطفناها كويس جدا وسبناها تتصفى شويه، اهم حاجه يا شيف. تمام تمام، تتصفى عشان لو فيها اي زفره ولا حاجه. ممتاز تمام ممتاز. وبعد كده بنجيب الميه تغلي ونحط بصلايه وجزرايه ويا سلام بقى لو حد ورقتين لورا كده. تمام تمام. وكبابه صيني بتدي برضو ريحه حلوه. تمام. جميله تمام. ونسيبها تغلي، وبس تغلي غلوتين ثلاثه كده، وبعد كده نوطي النار عليها جدا. مقادير على الهواء مباشر. المقادير على الهواء مباشر. مبلل نضفناها بالخل والليمون والملح، وحطينا بيكربونات الصوديوم او الكربوناتو او بالبيكنج باودر، بتعمل عمليه فوران وتعين الزخامه اللي معانا. الناس اللي ما بتحبش الريحه بتاعتها او اللي هي ريحه الزفاره او ريحه الزخامه، بالطريقه ان احنا بنحط الليمون والخل والماده اللي هي البيكربونات الصوديوم الكربوناتو او البيكنج باودر في الميه، وننقعها حوالي نص ساعه، تطلع معانا نظيفه ومية مية. تمام. ونبدا تمام. نوصف بقى الطاجن بتاعنا الجميل اللي هنبدا ندخله الفرن على طول. هنطلع الكوارع، الكوارع على حسب قعدت معانا حوالي، على حسب ما تستوي مع حضراتكم في ميه تغلي، في ميه بتغلي. وضفنا الجزر والبصل ورق اللوري والحبهان وحبايه من الطماطم زي ما انتم شايفين حضراتكم اهو. الشوربه بتاعتها الجميله بالريحه الممتازه مع الست المصريه ام بلال، بتعمل وجبات رمضانيه بتركات مصريه 100%. الكوارع تستوي سوى كامل، اللي عايز يخليها في الشوربه نخليه له شويه في الشوربه، واللي عايز يحطها في الطاجن بالصلصه بتاعتها او بالصوص بتاعها الجميل المصري، وهي الصلصه بتاعتنا. طب ما نخلص الاول الكوارع الجميله بالشوربه، هنعمل معاها الرز المصري الابيض. تمام تمام، تسلم ايدك. بعد كده ننزل بالصلصه. اتفضلي. الصلصه بتاعتنا عباره عن الطماطم والثوم والبصل، هننزل بيها كمان شويه. ام بلال اتفضلي، تسلم ايدك. تسلم. الريحه المصريه الجميله، اللي عايز ياكل فته فعلا حاجه ترم العظم، حاجه ترم العظم. هندخلها الفرن. ومقادير الصلصه قدام حضراتكم برضو على الهواء على طول مباشر. اشرح طريقه الصلصه. طريقه الصلصه بنجيب رستم صغيره كده شيف تمام، وكيلو طماطم تمام تمام، ومعلقتين سمنه كده صغيرين برضو مش كبار قوي، ممتاز. ما بحبهاش في السمنه، وبنقلب السمنه بقى شويه، تخلي صغيره كده ربع معلقه، ربع كوبايه خل. ومقادير الصلصه قدام حضراتكم على الهواء على طول مباشر. تمام. نحط الثوم نقلبه شويه كده قبل ما يحمر قوي كده، ياخد اللون الاصفر. تمام تمام ماشي تمام. ونروح حاطين عليه الخل، وبعد كده احط الطماطم، ولو في معلقه صلصه فيه ما فيش مش مشكله. تمام زي الفل زي الفل. نسيبها لما تتسبك، وبعدين نزودها شويه شوربه، وخلصت الصلصه معانا كده. الصلصه بتاعتنا مره ثانيه بننزل بالثوم، معلقتين زيت معلقتين سمن، ننزل بالثوم ياخد اللون الذهبي بسيط. بعد كده بننزل بالطماطم. تمام. بننزل بالطماطم بتاعتنا تتسبك شويه، بعد كده بننزل بصلصه الطماطم معلقه او معلقتين وشويه من الخل، صح؟ تمام. بنضيف شويه من الخل، تطلع فته بالخل والثوم بالريحه المصريه التمام، تركات تمام تمام كده. انزل بالشوربه الثانيه. تمام. شوربه الطواجن، الشوربه بتاعتنا معانا قدام حضراتكم بيضه اهي زي ما اتفقنا، هنعمل للطاجن وهنعمل الشوربه كامله مع حضراتكم بكل سهوله بكل طريقه سهله. اكلتنا اكله بسيطه، ويا رب يكون شرحنا برضو شرح يكون بيوصل لكل مكان وبكل طريقه باسلوب سهل ومبسط لكل الناس اللي تحب تتعلم بتركاتها المصريه، لكل الناس حبايبنا بره البلاد. ما فيش اي مشاكل واي سؤال، اي تعليقات، اي اراء. الاختلاف في الراي لا يفسد للود قضيه. اي حد يحب اي اكلات
نبعت له الشوربه الجميله ومعاها جوزة الطيب والفلفل الاسمر للناس بقى اللي بتحب تشرب شوربه صح مع الليمونه، واديها بقى حاجه جميله. وتعالوا نخش على الطبق الثاني، الممبار. هنعمل الممبار ازاي؟ اتفضل. هنعمل له فرسه الاول، الخلطه بتاعته هي عباره عن، اتفضلي يا ام هلال قولي. دلوقتي عصرين، قول هنجيب كيلو طماطم تمام. على الكيلو الممبار كيلو طماطم ومعلقتين صلصه ونص كيلو بصل تمام. ومن الخضره من كل حزمه شبت، بقدونس، كزبره، من كل الخضره كل حاجه نوعين تمام. ناخد الاوراق بتاعتها بس ماشي تمام بس، ونعناع وكمون وكزبره، التوابل كلها هننزل وشطه لو حبينا. هننزل بالمقادير على قدام حضراتكم على الهواء على طول مباشر اهو. تمام، انا بشرت هنا الطماطم يا شيف، حط عليها الطماطم حطيناها فيها قشر؟ لا تمام، الطماطم بنحطها في ميه سخنه الاول تمام. بسيطه بننزع منها القشر بتاعها، بيكون طماطم اسمها طماطم مصبره، حاجه من غير قشر خالص. بعد كده ضفنا البصل، ضفنا البصل، كل الحاجات نيف نيف، مش هنسبك حاجه. معلقه فين يا شيف؟ اتفضلي ساعتها. لا دي اللي هاخد بيها التوابل. وطريقه تنظيف الممبار قدام حضراتكم برضو، عشان دي اهم حاجه، اهم تركه، طريقه تنظيف الممبار. الممبار ده فلفل تمام تمام، وده شويه نعناع تمام، فلفل ونعناع ده على اساس ان كيلو مثلا، وشويه كزبره تمام. وطريقه التنظيف هتقول على طريقه التنظيف على طول حالا حالا. نخلص الاول التركه، ناخد واحده حاجه تمام. حاجه بالراحه زي ما خلصنا الكوارع. الشطه بقى الممبار. اللي يحب شطه واللي ما يحبش على حسب الرغبه تمام يعني تمام يا شيف تمام تمام. بنخلطهم كده على بعض، ضفنا الملح، الزيت ضفنا الملح طبعا، ضفنا الملح، ضفنا الفلفل الاسمر، ضفنا الكزبره، ضفنا الكمون، ضفنا التوابل المشكله بتاعتنا، ضفنا الشطه على حسب الرغبه. أيوة. بعد كده هنضيف البقدونس تمام، بعد كده الكزبره، بعد كده الشبت. تسلم ايدك يا ابو بلال. تسلم يا شيف والله، دايما على طول مشرفانا في القناه بتاعتنا. ربنا يخليك والله يا ويا شيف، ويا رب كده دايما يحفظك ربنا يخليك يا شيف. تسلم ايدك. بعد كده هننزل بالرز تمام. بص يا شيف، الرز منقوع، تنظيف بس تنظيف الممبار تمام. اتفضلي. بجيبه اغسله يعني، بجيبه متنظف وارجع انقعه في ميه وخل برده تمام. تمام، وملح، وبعد كده بشطفه تمام، وبرجع اغسله تاني بملح ودقيق تمام، وبصفيه برضو. اهم حاجه التصفيه يا شيف. تمام تمام تمام. وبس، وبعدين بخلي البوز بتاعته ديت من اول ما نيجي نستعملها احطها في الحنفيه عشان تنضف اللي تنضف جوه. الحاجات من جوه تمام. بس كده هو كده مقادير التنظيف قدام حضراتكم تاني تمام. اللي عايزه تصورها او اي حاجه لازم المقادير يبقى مكتوبه على طول خطوه خطوه مع حضراتكم اهو. وبالنسبه لقلب الممبار، لو انا قطعناه اجزاء صغيره بعد ما حطينا الرز طبعا احنا الخل والملح وادي الرز طبعا نقعناه حوالي 10 دقائق بالظبط تمام كده يا شيف. نقعنا الرز 10 دقائق، صفناه كويس، رز يكون مصري. بعد كده ضفنا عليه البقدونس والشبت والكزبره والتوابل، فلفل اسمر، حبهان، ورق اللوري، جوزة الطيب، حاجاتنا بتيجي حصى وبنطحنها في البيت. لو حضرتك حمصتيها شويه في الفرن بيبقى طعمها بتدي تركه ممتازه. بعد كده حطينا الخضره بتاعتها، الشبت والبقدونس والكزبره. عايزين نحط برضو يعني اللي عايز يحط صلصه يحط، صلصه طبعا مفيش مشاكل يعني كل حاجه نيف نيف. هتستوي معاكم ما تخافوش، وهنقول لكم على الطريقه. اهم حاجه طريقه الممبار في النظافه، لازم الخل اساسي في كل حاجه، وبرضه بنستخدم بيكربونات الصوديوم او الكربونات. شويه زيت يا شيف، وحطينا في الاخر شويه زيت. شويه زيت ليه بقى يا شيف؟ تمام، اشرحي بقى الخلطه بتاعتك تاني عشان تبقى سهله عليك قوي ان انت تحشيها. تمام تمام، لكن لو من غير زيت مش هتبقى سهل عليك قوي يعني. اخر حاجه بنحطها شويه زيت، حاجه بسيطه، حوالي نص كوبايه من الزيت، كوبايتين من الرز، وحطينا الخضره، الشبت والبقدونس والكزبره والنعناع تمام. وحطينا التوابل بتاعتنا الجميله والملح، تبلناه وادي الممبار. هنفتحها كده القمع، ماشي نعملها كده من غير قمع الاول. هنبدا اتفضلي اتفضلي تمام تمام. انا بص بعملها كده يا شيف يعني تمام. ايدي الصباعين دول تمام. نعم تمام اتفضلي. الصباعين دول كده تمام، بعملهم كده وبعدين بحشي كده سهل قوي. وبعدين انا بقطعه يا شيف، ما بخلوش على طولها تمام، بالراحه واحده واحده عشان نعلم الناس حبايبنا في أنا البيت. انا عايزه اقول ان هي سهله جدا تمام تمام، هي كده سهله جدا يا شيف والله تمام. وبعدين انا ما بملهاش من الناحيه دي ولا من الناحيه دي بس قدام تمام، زي ما احنا شايفين تمام. احنا بنسيب الطرفين من قدام تمام، طرفين بصتهم زي ما احنا شايفين اهو، بالراحه واحده واحده خالص وسهله، بطريقه سهله. بنفتح الممبار بتاعنا بعد النظافه وبعد ما صفناه كويس، عندنا المواد الدهنيه اللي عليه بالسكينه جردناه، قطعناه التقطيع اللي انتوا تحبوه،
زي ما احنا شايفين اهو، سيبنا الطرفين من قدام وورا يكونوا تمام. فاضيين عشان لما انزل بميه سخنه بتغلي يقفل على طول معايا المنبار، ما يعملش وما يكونش المنبار بتاعي مليان على الاخر تمام. يعني ما ملوش على الاخر زي ما احنا شايفين حضراتكم اهو. بص يا شيف، وتاني مره هنشوف بالراحه كده. واحده واحده تمام، فتحتها كده واعملها كده بايدي الايدي الكبيره بالصباعين الاثنين دول اه تمام، وانزلها واحده واحده كده اهي، خليني واحده واحده تمام تمام. بسم الله صلى الله على سيدنا محمد. تمام كده يا شيف؟ تمام زي الفل. فالتقطيع ده يا شيف بقى ما بياخدش وقت معاك، بدل ما تمسك المباريه على بعضها وتفضل تحشي فيها ساعتين، بدل ما ناخد كميه كبيره بناخد حاجات بسيطه وسهله، دي سهله في نفس التوقيت اهو زي ما احنا شايفين، سهلة يا شيف وتنزل جدا. في ميه بتغلي بالبصله زي ما انت، واللي ما يعرفش البصله ورق اللوري الحبهان في الشوربه بتاعتنا، حتى في شوربه المنبار وانا بضيفه لازم يكون الريحه بتاعتها ريحه جميله وممتازه. واللي ما بيعرفش يا شيف، اللي ما بيعرفش يعمل بايده جبنه القمع برضه، القمع بتاع القمع اهو، القمع ده رخيص جدا بيتباع برضه بكل سهوله وسهل. بعد اذنك المقوار اهو بالمقوار ونبدا برضه نفس التكرار واحده واحده خالص مع حضراتكم. وبالنسبه للقلب بتاع المنبار بالمعلقه بكل سهوله ممكن نقلبه تمام، صح كده؟ تمام يا شيف، بس كفايه ست كل تسلم بالمعلقه وتقلب عادي جدا جدا. لسه شويه بس يلا زي الفل. تسلم ايدك، تسلم تسلم يا شيف. كمان واحده بقى تمام. عشان كمان واحده بالقمع تاني نفس النظام اهو يا شباب. كل انا عارف طبعا في ناس بيبقى مبدعين او فنانين فيه طبعا، بفنانين الحاجه في النص دايس عليها ضغط عليها لازم يكون مفرغه شويه، ومن فوق ومن تحت يكون فاضيه خالص، الاطراف من بين الاثنين يكون فاضيه، وننزله في ميه بتغلي او في شوربه بتغلي جامد عشان يقفل معانا ويطلع معانا بنفس الاسلوب او بنفس حاجة الطريقه. الميه تكون بتغلي يا شيف بنفس النظام او بنفس النظام. خلصنا تمام، تسلم ايدك. تسلم يا شيف، الله ينور يا ام بلال وعلى حضرتك. تسلم تسلم يا شيف زي ما احنا شايفين اهو بكل سهوله وبكل بساطه. اهم حاجه التركه بتاعته النظافه بتاعه الحاجه بتاعتنا بالذات اليمين دول، وقبل كده برضو احنا عامه الحمد لله رب العالمين كل حبايبنا في البيوت وكل امهاتنا ما شاء الله عليهم في النظافه 100%، بس احنا عايزين نزيد اكتر بكل المحاليل بتاعتنا، بالكلور دايما على طول ننظف سطح المطبخ بتاعنا، وبالخل دايما نغسل الخضار، الخل والميه اساسي في كل حاجه، تطلع معانا جهاز المناعه نخليه حديد 100% لاطفالنا ولشبابنا وللناس الكبار بتوعنا ان شاء الله باذن الله ربنا يعديها على خير، يكون ضمه وتبعد عن الامه خالص باي طريقه. لازم نصبر الايام دي بالذات، كل يلتزم في البيت، ويا رب كده يا رب يحفظنا ويحفظكم من كل شر باذن الله. خلصنا خلصنا المنبار، خلصنا الكوارع الجميله. بعد ما طبعا. الكوارع معايا الميه غليت جامد، نزلنا عليها حبهان ورق اللوري، نزلنا البصله، حبه الطماطم، الفلفل اساسي الصنط الرئيسي معانا، خلي الشوربه بتاع حضراتكم بيضه 100%. ننزل بالكوارع تقعد حوالي ساعه او ساعه الا على حسب حجم الحاجه اللي احنا جايبينها. الكوارع والفراخ والحاجه دي لازم اديها غلوه الاول يا شيف، واربيها الميه الاول لازم. الكوارع بننضفها نغسلها غسله الاول، بعد ما اغسلها غسله وتتصفى خالص لازم اغليها في ميه لوحديها واغسلها تاني وبعدين ارجعها في ميه نظيفه. تمام تسلم ايدك. تمام تسلم يا شيخ. القصد في الغسيل ان يكون حاجه نظافه كامله بعد ما عملنا المنبار والسلق حوالي تلت ساعه، بياخد تلت ساعه ونص ساعه. تمام بطلع اعمل تريك عليه او تست عليه بالسكينه واضغط ضغطه بسيطه، لو السكينه عملت التسويه معروفه، بعد كده شويه من الزيت زي ما احنا شايفين ام بلال اهو، احنا بندوق يا شيف على طول بننزل نحمر بس طبعا المنبار. مفيش حد يا شيف يرمي المنبار كده في الزيت، لازم تبقى ايدك كده عند الطاسه تمام عشان تمام. ما يفرش منك او ما يضربش، لا عشان ما يطرطش على حد كمان. تمام تمام معلومه مهمه برضو من ام بلال. يلا بقى نخش على الفته. عملنا الرز زي ما هي صحيح. تمام لسه في التفتة. الرز المصري طيب، عملنا الرز بتاعنا الرز العادي خالص تمام، معلقتين سمنه وجبنا رز شوحناه كويس جدا، وبعد كده حطوا معلقه زيت عليهم، وبعد كده زودناه بالشوربه وسبناه يشرب براحته خالص، بس عشان وقتهم وكده يعني ما نقدرش تمام. ايه نعمل كل حاجه قدامهم ماشي. تمام يا شيف تمام تسلم ايدك. تسلم يا شيف. بعد ما نقعنا الرز المصري 10 دقائق بالظبط اتنقع، بعد كده نغسله غسله نظيفه، بعد كده بنزله في معلقتين معلقه زيت او معلقه سمن، معلقتين زيت معلقه سمن،
ونشوحه شويه يسخن معايا الرز، وبشوربه الكوارع الجميله اللي انا متبلها بنزل بالرز حوالي سنت بالظبط بغطيه واخليه على نار عاليه لمده 3 دقائق او 5 دقائق. بعد كده بهدى النار عشان تتقل على الرز يستوي، يطلع معانا الرز المصري مفلفل وجميل، ونطلع العيش بتاعنا عشان نعمل الفته المصريه الجميله لحبايبنا. تسلم يا شيف. ايه العيش بتاعنا؟ العيش بتاعنا هنقلب معلقه سمنه صغيره ونحط عليه معلقه الصلصه كده ونشوحهم، وبعد كده نحط الشوربه. تمام مع حضرتك، كمل يا ام دلال، كمل يا ست الكل، كمل 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 دي، هات المعلقه. تمام. هنحط يا شيف معلقه سمنه. العيش بتاعنا حمصناه، يا تحمصوه في الفرن يا اما تحمروه في الزيت. تمام. عادي جدا يتحمر في الزيت، يتحمص في الفرن، المهم يطلع معايا محمص. بنقطع مكعبات صغيره عشان نعمل فته جميله بالخل والثوم بالصلصه بتاعتها الجميله اللي احنا عملناها. وادي الرز بتاعنا اهو. تمام. هنحمر مش هرد على دي. ايه الخبز بتاعنا الجميل، هنقلبه في معلقه السمن ومعلقه الزيت. بعد ما حمرناه هننزل عليه بمعلقه صلصه، هننزل مغرفه صلصه. العيش بتاعي بيكون محمص ناشف متقطع مكعبات صغيره، الحاجه المصريه بتركه ممتازه، هتطلع معاكم الطعم لذيذ. اهم حاجه يكون محمصينه بعد كده. اهم حاجه يكون خبزينه. اهم حاجه ام بلال خبزاه في البيت برضو. تسلم ايدك. اهم حاجه يكون خبزينه يا شيف. بعد كده ننزل يا شيف والله معلقه الصلصه. تسلم ايدك يا شيف. ونقلب يا ست الكل، وتسلم ايدك. الكوارع اهم حاجه تطلع بنفس الطريقه بنفس التريك عشان تتاكل معانا حاجه ممتازه ان شاء الله. زي ما احنا شايفينها بفته بيضه، تطلع شوربه بيضه، تطلع معايا رز ابيض. تسلم. جميل. يطلع معانا رز ابيض جميل، يطلع معانا فته بالريحه جميله مقبوله. الناس اللي هي بتحبش ان هي تاكل الحاجات اللي هي الكوارع مسلوقه، عملناها في الفرن بتركه مصريه جميله، عملنا لها الصلصه بتاعتها التوم والزيت والسمن، حمصناه شويه ونزلنا عليه بالطماطم. بعد كده سبكنا الطماطم نشفناها من الميه بتاعتها. بعد كده نزلنا معاها معلقتين من الصلصه ومعلقه من الخل الاول قبل الصلصه، قبل ما نعمل الطماطم نزلنا معلقه خل، بعد كده نزلنا الطماطم وقلبناها لحد ما طلعت معانا بنفس التركه الجميله. بعد كده عملنا حمصنا العيش في الفرن او في الزيت بتاعنا قبل الممبار، حمصناه على حسب عدد افراد اسره حضراتكم طبعا. تمام يا شيف. ناخد شات شوربه جميله بقى من الكوارع نحطهم عليها. شوف كده هنا دلوقتي. تمام الشوربة. ايوه على طول. طب يلا شويه شوربه. تسلم ايدك. تسلم يا شيف والله. الريحه والتركات مصريه 100% مع مبلال الشيفه بتاعتنا الجميله. يا رب دايما على طول نسمع عنك سمع خير يا مبلال، وربنا يحفظ لك اولادك يا رب. تسلم يا شيف. ونشوفك في احسن حال يا رب. بتعمل وجبات جميله وبتعمل وجبات رمضانيه باعداد زي ما انتم عايزين. اللي حابب يشترك معانا مفيش اي مشاكل، وجبات وحلويات. يا ربنا يا رب دايما يجعل اهل الخير دايما للناس اللي هي محتاجه. اي جار بنوصي توصيه كامله، الجيران اهم حاجه طبعا. لو جار عندكم محتاج اي حاجه ادوله، لو تدخلوا له بسمه لاطفاله باقل حاجه باقل كلمه باقل طبق بيخش البسمه الجميله. ربنا يسعدكم دايما على طول، محدش يبخل على حاجه خالص. امين يا رب العالمين. بعد كده قلبنا العيش بتاعنا، مش هناخد وقت كتير. بسم الله ما شاء الله. تسلم ايدك. الله تسلم ايدي يا شيف. تسلم ايدك يا مولاي. تسلم ايدك. ما انا سكر اهو. النفس المصري. وتسلم ستاتنا كلها المصريه، ويسلم ستاتنا كلها في كل مكان في كل البلاد. الناس اللي فعلا بتقاوم ظروف الحياه بكل وسيله وبكل طريقه، ما بتعتمدش على حاجه معينه او ما بتتكتفش من حاجه معينه، لكن بتعمل في كل حاجه رغم الظروف ورغم كل الحاجات اللي احنا بتقابلنا. في ناس ستات فعلا ب 100 راجل عشان بتقف وقفه رجاله صح، في وقت الشده بنلاقيهم وفي وقت الحوجه برضو بنلاقيهم. ستاتنا الحلوه اللي ما بينكدوش علينا ابدا خالص خالص، دايما بيسعدونا وبيفرحونا على طول في كل حاجه. زي ما احنا شفنا كده بعد ما خلصنا حوالي دقيقه بالظبط عشان الخبز بتاعي او العيش بتاعي المحمص ما يترنخش معايا كتير، لان الرز بتاعي رز هينزل عليه سخن. هننزل في طبق الفته الجميل يا ام بلال. تسلم يا شيف والله. تسلم معاك. طب اديني بس بعد اذنك حاجه بس اقلب بيها. ماشي عادي ماشي. وادي الفته الجميله. امسك دي كده يا محمد.
عملنا الرز، عملنا الفته، عملنا الممبار، عملنا الكوارع. يلا نطلع فاصل ونرجع نشوف الحلو بتاعنا النهارده ايه. نرجع بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل، بعد ما عملنا الكوارع المصريه، بعد ما عملنا طريقه التنظيف، عملنا نظفناها بالخل والملح والليمون، وحطينا عليها بيكربونات الصوديوم او البيكنج باودر. بعد كده نقعناها حوالي نص ساعه بالظبط. بعد كده حطيناها في ميه بتغلي جامد، واول ما نزلناها نزلنا عليها بالميه وهي بتغلي، حطينا البصلايه، حطينا الفلفل، حطينا الجزرايه، حطينا ورق اللوري، حطينا الحبهان، تطلع معانا شوربه بيضه ريحه جميله وطعم جميل، مفيده جدا لكل حاجه زي ما احنا شايفين حضراتكم. بعد كده قلنا نعم. طريقه تنظيف الممبار نعم. قلنا طريقه خلاص طلع خلاص قلنا طريقه تنظيف الممبار طريقه تنظيف الممبار اهم حاجه الممبار بنقلبه بالمعلقه او باي بالخشبه. لو عايزين تحبوا تشوفوها ادخلوا على اكله بسيطه مصريه على الشيف ماجد فوزي حمزاوي، عاملين طريقه الممبار كامل بالتنظيف. اهم حاجه طريقه التنظيف بتاعه، قطعناه تقطيع على حسب ما انتم عايزينه في الاحجام، نزلناه برده في الخل والبيكربونات الصوديوم والملح والليمون، نظفناه حوالي نص ساعه بالظبط، عندنا منه المواد الدهنيه. بعد كده عملنا له الفرسه بتاعته الجميله، عباره عن الرز كله ني في ني مع والاستكل مع الخضره شبت والبقدونس وكزبره. بص للجماهير الناس الحلوه، الشبت والبقدونس وكزبره تمام. والفلفل والكمون والكزبره الناشفه طبعا تمام، وشويه الزيت اهم حاجه تمام، وتاني ايه اللهم صل على سيدنا محمد، وحطينا التوابل الجافه كلها حطيناها وشويه الزيت قرناهم تمام تمام، والرز طبعا نعم هناك والرز ماشي تمام معاك مع حضرتك ماشي تمام. قول لي قول لي هو بيقول لي تمام تمام. تسلم ايدك تسلم ايدك تسلم يا شيف. ريحنا بعد ما حطينا زي بعد ما حطينا التوابل الحبهان ورق اللوري جوز الطيب النعناع الحاجات الجميله بتاعتنا. تعالوا بقى نخش للحلو بتاعنا بعد ما عملنا الحادق. تعالوا نعمل الحلو الكاستر مع الجيلي، حاجه ترطب وحاجه غنيه جدا بكل الفيتامينات يا ست الكل. تمام نشيل الزيت بعد نشيل الزيت تمام نشيل الزيت يا محمد. كل الفيتامينات كل الحاجه الجميله هو عباره عن موجود. السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته. ازيك يا شيف؟ مرحب مرحب موجود. كيف حالك؟ يا هلا يا هلا. عامل ايه؟ الحمد لله تمام الله يحفظك. تمام منور القناة يا شيخ. تسلمي تسلمي يا ست الكل. أمورين عندك أي سؤال؟ لو سمحت ممكن أعرف طريقة البيتزا؟ عينينا حاضر تحت أمر معاليك يا فندم على عينينا. نقول لك طريقة البيتزا حالا الوقت. نقول طريقة نقول طريقة الجيلي بتاعنا الأول، هنعمله على طريقتين. الطريقة الأولى نص كيلو من الحليب تمام. الطريقة الأولى هنعمل الكاستر الأول، نص كيلو من الحليب، أربع معالق من الكاستر الجاهز، ومعانا القشطة. القشطه اختياري مش اجباري، يعني ممكن نعملها من غير قشطه، ممكن نعملها بقشطه، ممكن ندخل مع الكاستر موز مقطع مكعبات. هنشوف مع حضراتكم دلوقتي. اول ما نزلنا بالحليب قلبي البوله لو سمحت يا محمد، نجيب البوله بتاعتنا شويه من الحليب تاني، انزل بالكاستر نص كيلو من الحليب، انزل شويه من الحليب منه يسخن معايا على النار زي ما احنا شايفين. ادي الكاستر بتاعنا والجيلاتين. زي ما احنا شايفين اهو مضرب مضرب. ام حمزاوي السلام عليكم. يا ست الكل السلام عليكم. بسم الله. الو السلام عليكم. الو استاذ طاهر السلام عليكم. ازي حضرتك يا فندم؟ مرحب مرحب استاذ طاهر منورنا يا باشا. مرحب يا هلا. بنور حضرتك منوره يا امي. تسلم 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 يا حبيب قلبي. والله يا شيف ماجد منور الدنيا كلها. تسلم لي يا استاذ طاهر وام بلال منورانا والله دايما على طول كده. يا رب يحفظها ويحفظها لكم يا رب. يا شيف ربنا يخليك لينا والله. تسلم يا غالي تسلم ربنا يزيدك. عندك اي سؤال؟ لا 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 والله. تسلم يا غالي تسلم يا مساء السعاده على عيونك. يا رب يحفظك ويحفظ لك كل اللي عندك كلهم يا رب. هنحط 3 معالق سكر، السكر اختياري على حسب الرغبه، بس احنا زي ما اتفقنا السكر والملح ربنا يبعدنا عن الابيضين. السكر والملح ربنا يكفينا شرهم. بعد كده هنقلب يا ام وبلال. اتفضلي. اه
هنقلب. لا سيبها 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 عايزه. قلبنا الكاستر معايا، هنحط له حاجه بسيطه من صفار الزعفران سنه صغيره. صفار الزعفران مدون ما بديش ريحه، لا بيدي لكن شكل بس. ياخد شكل بس ولون، بيدي اللون الاصفر الجميل. بعد كده ننزل، عملنا نزلنا الحليب، نزلنا تمام بالكاستر. بسم الله هنقلب على طول باستمرار لحد ما نحصل على القوام التقيل اللي احنا عايزينه. كده الصنف الاول او الطبقه الاولى ممكن نعملها. الو السلام عليكم يا استاذ محمد. مامة روان، استاذ مامة روان مرحب بيكي. ازيك يا استاذ ماجد؟ مرحب مرحب. ازيك حضرتك؟ ازيك يا ست الكل منورانا. منوره الشاشه كلها، وام بلال منوره، سيف ام بلال. ربنا يحفظكم يا رب. تسلموا لنا. تسلمي. عندك اي سؤال؟ والست الجميل اللي جنب حضرتك ده ربنا يحفظك. تسلم يا غالي، تسلم ربنا يحفظك. تسلم تسلم تسلم، انت كله من ذوقك والله. تسلمي لي، تشجيعات جميله والله. تسلمي لي. بنشكرك على الحلقه الجميله دي وعلى الاكلات الجميله دي. يا رب يكون بتعجبكم ويا رب يكون بتوصل لكم صح. تسلمي تسلم، ربنا يحفظك يا رب يا ام، ويحفظ لك اولادك دايما يا رب. هتجمد عن كده يا شيخ؟ هتجمد. هنقعد نقلب لحد. شكرا لاتصالك يا فندم، شكرا ليك. حطينا باكوين من جيل الفراوله، ممكن نحط معاهم عصير عصير الفراوله اللي هو الجاهز بيتباع. وحطينا حوالي كوبايتين من الميه، وهنبدا ننزل برضو على النار نقلب الجيل نفس التكرار. تبتدي تتقل شويه. تسلم ايدك. تسلم يا شيف، تسلم ايدك انت يا شيف. ام بلال بتعمل وجبات رمضانيه على نفس النظام باسعار مخفضه جدا وسهله جدا في متناول الجميع. اللي يحب برضو يشارك معاها يعمل عمل اعمال الخير في رمضان للناس اللي هي بتفطر من فتره صائمه. تمام يا شيف كده. على عينينا. استاذه فاطمه السلام عليكم. عليكم السلام. استاذه فاطمه مرحبا. ممكن اكلم ام بلال؟ اتفضلي يا ستي. كل ام بلال مع حضرتك اهي. يا مرحبا. ازيك ام بلال؟ حبيبة قلبي الله يسلمك يا حبيبة قلبي. منورة الشاشة والله. تسلمي لي يا قلبي والله، ما تحرمش منك. تسلمي يا رب. شكرا. عندك أي سؤال؟ دمرات أخويا. لا ما عنديش أي سؤال. حبيبتي دي حبيبتي. تسلم يا غالي، تسلم تسلم. حط مع... تسلم يا أستاذة. شرفت البرنامج يا باشا، متشكرين لاتصالك. بعد كده قلبنا، هنقلب الجيلي، حطينا الجيلي بتاعنا. شكرا لاتصالك يا فندم. في معلقتين من معلقتين. الو السلام عليكم. سلام الله وبركاته، اخبارك؟ يا هلا يا هلا يا حاج، مرحب مرحب. الله ينور عليك والله. الله يحفظك يا عم الحاج، ربنا يزيدك. حاجه جميله بجد بجد والله. تسلم يا حاج، تسلم، ربنا يبارك فيك يا رب وربنا يحفظك. سلامنا لام بلال. تسلم ام بلال، سلام عليك. الله يسلم حضرتك والله، ربنا يخليك. تسلم يا حاج. عندك اي سؤال يا عم الحاج؟ والله الله ينور عليكم، مفيش اسئله بعد كده يعني. الله تسلم يا رب، يزيدك يا عم الحاج ويحفظك يا عم الحاج، ربنا يزيدك، ربنا يبارك لنا فيك يا رب. ربنا يديك الصحه يا ابني ويعينك. تسلم. شكرا لاتصالك يا عم الحاج، متشكرين ليك جدا. نعمل بقى التشكيل. استاذ عادل السلام عليكم. السلام ورحمه الله. ازيك يا شيخ منور الدنيا؟ استاذ عادل مرحب مرحب بيك يا غالي. يا هلا يا هلا. في المزيد ان شاء الله، انت والحاج يا رب. ربنا يحفظك يا رب، ربنا يزيدك يا رب. يكون الحاج ام بلال الله يكرمك. تسلم تسلم، ربنا يحفظك يا حاج. وتسلم ايديك على كلامك يا رب. يكون الاكل عاجبك يا حاج عادل، ودايما في الزياده ان شاء الله جميعا. تسلم يا رب، يحفظك يا رب. احلى متصلين واحلى مشجعين والله العظيم. دايما دايما منورين الشاشه كده دايما طول الحياه ان شاء الله. تسلم يا غالي، تسلم، ربنا يزيدك يا رب ويحفظ لك ويحفظ لك اهلك كلهم يا رب من كل سوء. متشكرين اتصالك يا فندم، شكرا ليك. هنبدا ننزل بالكاستر بتاعنا. استاذ احمد السلام عليكم. السلام عليكم. مع استاذ احمد السلام عليكم، مرحب بيك. مرحب بيك يا شيخ. ايه الحلويات دي والجمال ده؟ الله يحفظك يا عمنا، الله يحفظك يا عم احمد، الله الله يزيدك. ربنا يعزك يا باشا. احنا عندنا فرح في حلوان، ممكن تيجي تعملهم لنا؟ ده احنا على عينينا يا باشا، على عينينا. ربنا يديم الفرح على طول دايما يا استاذ احمد، ربنا يبارك لك. الله يصلح على ابوك وقت تشوف ام بلال معاك يا ريت. ده احنا على عينينا. الله يخليك، عينينا ليك يا حاضر. بس الرقم على الشاشه اهو، على عينينا يا باشا، على عينينا. حبيبي حبيبي، ربنا يحفظك يا استاذ احمد، وربنا يديم الفرح دايما على طول. اي حفلات اي افراح تحت امركم في اي حاجه، يا رب يديم الفرح على طول دايما عليكم يا رب. شكرا لاتصالك يا فندم، ومع الرقم مع حضرتك على الشاشه على طول اهو. هننزل بناخد الكاستر بتاعنا، بياخد القوام التقيل. بعد كده يهدى معانا شويه، انا عايز الكبش المصاص ده. بياخد القوام التقيل، بعد كده بيهدى. بنجيب موزه، فراوله، نقطع اي فاكهه
اي فاكهه تحبوها قطعها على طول فوريه معاه مع التقليب المستمر يا ست الكل. حاضر. وتسلم ايدك. اسلم على ايه يا شيخ؟ تسلم شغاله زي الفل. تسلم ايدك عشان كده سايباها براحتها. تسلم تسلم يا شيخ. هنعملها ونحطها في الفريزر حوالي نص ساعه، بعد كده بتتاكل على طول عادي زي ما انتوا هتحبوا. سكينه يا سمحه. استاذ فارس السلام عليكم. الشيخ فارس معاك يا ام بلال. يا مرحب يا شيخ فارس. يا مرحب. اتفضل معاك. الشيخ فارس البلوزي الله يبارك لك. ربنا يخليك يا حبيبي. ربنا يكرمك يا حبيبي. يا مرحب بيك يا شيخ فارس. ربنا يخليها لنا يا رب ودايما مشرفانا. ربنا يحفظك يا رب ودايما يا رب دايما يا رب. ربنا يخليك الله يبارك لها. تسلم. مشرفه محافظه اسيوط كلها والله. تسلم 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 تسلم. اهل اسيوط احسن ناس والله. تسلم. ربنا يبارك لها في طاهر وعبد الرحمن يا رب. تسلم يا حاج. تسلم الله يبارك. متحرمش منك يا حبيبي والله. ربنا يبارك في عمرك يا شيخ. تسلم يا غالي. ربنا يحفظك يا رب ويحفظ لك اهلك كلهم يا رب. ربنا يحفظك من كل سوء. شكرا لاتصالك يا فندم. ست الكل سلام عليكم. ام حمزاوي الو سلام عليكم. نقطع الموز يا ست الكل اهو. الو سلام عليكم يا ست الكل. يا حاجه. الو يا امي. يا حاجه. الو السلام عليكم. شكرا لاتصالك يا ست الكل وترن علينا تاني. قطعنا الموز وهنبدا الجيلي بتاعنا. اول ما يقلب على طول يكون الكاستر بتاعنا هدي، او ممكن نحطه في الثلاجه 10 دقائق مع الحشوات الجميله زي ما احنا شايفين اهو. بالراحه واحده واحده، تريكات بسيطه بامكانيات بسيطه، بنعمل احلى سفره ما قدام حضراتكم عشان التركة المصرية الجميلة مع طبق الفتة الجميل. سفرة عايزة الأكيل. عايزة أستاذة فاطمة السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ازاي حضرتك؟ والله زي الفل الله يحفظك. تمام. كل سنة وحضرتكم بخير يا رب. الله يحفظك. الله يحفظك. تسلمي. الله يرضى عليك يا رب. الله يكرمك. أستاذة فاطمة منورانا منورة الشاشة والله. تسلم يا رب. حضرتك اللي منور والله. تسلم. ربنا يحفظك يا رب ويحفظ لك اهلك يا رب. وام بلال الثانيه منوره برضه حبيبتي والله. ربنا ما يحرمنيش منك. عندك اي سؤال ولا اي حاجه؟ اه يا شيف انا كنت بستاذن حضرتك، يعني احنا داخلين على رمضان كل سنه وانتم طيبين وانتم بكامل الصحه. حاجات تبسط علينا اليوم مثلا شويه على عينينا. هنعمل برنامج ان شاء الله باذن الله. هنعمل برنامج خاص، برنامج خاص كامل لرمضان من اول الفطار للسحور بطريقه بسيطه وسهله ما تتعبش خالص الناس اللي صايمه باذن الله. على عينينا يا استاذه فاطمه. تحت امرك. كل لو سنه لو في حاجات يعني تبقى متجهزه في الفريزر تساعدنا شويه والله يعني. هو من الافضل من الافضل احنا ما نجهزش اي حاجه ونخلي اليوم بيومه افضل لينا واحسن كتير. انا كده شايف. هقول لك اصلا يعني خليها اليوم بيومه طازه احسن وافضل. هو نفس الصيام، هو نفس الفطار. مش لازم نكدس كل الحاجات بتاعتنا في الفليزرات ونكومها، مش كويسه خالص. لكن احنا هناخد حاجات صحيه 100% بنفس التركات. هنعملها لكم بطريقه سهله ومبسطه ان شاء الله. هنعمل لكم برنامج كامل للعصاير والحاجات دي. استاذ اشرف السلام عليكم. للعصاير وكل حاجه يا استاذ اشرف. الو السلام عليكم. هات شاب ادونس ارمي. الو السلام عليكم استاذ اشرف. شكرا لاتصالك يا فندم وكمل معانا اتصالك تاني. ادي الطاجن، الطاجن بتاعنا الجميل. وشك يا ام بلال. تصدق تسلم. لا انت نسيت انا بنساه. لا الف سلامه. لا ما نقدرش ما نقدرش. تسلم ماشي. ايدك. تسلم ايدك يا شيف والله. بدا يغلي معانا الجيلي خلاص اهو. هنبدا نرفع من على النار ونشوف الطاجن بتاعنا الجميل يا ست الكل. هات الكلبز. لا في الكلبز كان هنا يا ام بلال. كان هنا هو يا شيف. كان وادي الطبق الطاجن الجميل بالريحه الحلوه. تسلم ايدك انت يا ام بلال. تسلم يا شيف والله. زي ما احنا شايفين اهو الجمال والدلع كله مش هتلاقوه الا هنا في قناه الصحه والجمال. الصحه والجمال. هذا الطاجن. عايز بقى الاكيل استاذه ميرنا. اتفضلوا. السلام عليكم استاذه ميرنا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا سيدي؟ اهلين يا غالي. مرحب مرحب. بعد اذنك عايزين طريقه كفته الفراخ. عينينا. حاضر يا حبيبي. تحت امرك. على عينين كفتة الفراخ. شكرا لاتصالك يا فندم. على عينينا. ادي شويه بقى من الديكوريشن بتاعنا بشويه الشوربه. الاستاذه اسراء السلام عليكم. ازيك يا سيف؟ مرحبا استاذه اسراء. مرحبا. ازيك يا سيف؟ اهلين استاذه اسراء. مرحبا. كيف حالك؟ عامل ايه؟ والله زي الفل. تمام الحمد لله طول ما انتوا تمام. والله شكرا على اكلاتك. الله يحفظك. جميله قوي. تسلمي لي يا غالي. ربنا يزيدك. تسلمي لي. كنت عايزه اسالك سؤال. اتفضلي.
كنت عايزه طريقه النجريسكو. عينينا يا حبيبي تحت امرك. النجريسكو والبيتزا وطريقه الكفته. وسلام عليكم. السلام. مرحب مرحب يا اخي، كيف حالك؟ الله ينور عليك يا باشا. الله الله يحفظك يا باشا. تسلم لي. اتفضل. والله فتحت نفسي على الغدا. والله تسلم يا غالي. غدا جميل او خفيف. بحب اشوفك على الشاشه. والله تسلم لي يا غالي. ربنا يحفظك. تسلم لي. ربنا عايز اكلمك ضروري وتشكرك. والله اتفضل يا باشا. هات الدهاني. اتفضل. وعلى عينينا. وعليك يا غالي. الله يحفظك. تسلم يا ست الكل. ومبلال منوره معاكم. تسلم تسلم. يخليك يا حبيبه قلبي. احنا كده هنروح منك ابدا. والله ربنا ما يحرمنا من حضرتك ابدا. تسلم. يا حبيبه قلبي. تسلم يا ست الكل. عايز اي تؤمر تؤمرنا باي حاجه. الفته بتاعتك عسل عسل. تسلم. ده انت اللي عسل علي. انما انت اللي عسل يا عم الحاج. انت اللي مية مية. تسلم تسلم يا ست الكل. شكرا لاتصالك وشكرا لذوقكم الجميل اللي بيشجعنا ان احنا نعمل حاجات حلوه. كلمة الطيبة بتنفع في كل حاجة حتى في أي مكان. كلمة الكويسة الحلوة بتنفع وقت الشدة. شكرا لاتصالك يا ست الكل. شكرا ليكي. وهنقول على البيتزا وكفتة الفراخ والحاجات الجميلة. بنستقبل الجيلي بتاعنا. تمام. بنستقبل الجيلي والحاجات الجميلة على بالمعلقة. ده عشان اللي تحت. علشان اللي تحت ما يعملش وش معانا تاني. تمام. وهنديله الشكل بتاعه الوقت على طول. هيخش الفليزر. هيقعد حوالي نص ساعة وهيبقى نفس التركة بنفس الطريقة. بس بدري. تمام. وهنبدأ نعمل التشكيلة بتاعنا يا ست الكل. تسلم ايدك يا استاذة هدى. السلام عليكم. تسلم انت ايدك. اشرح بقى المنبار والطريقة. ايه استاذة هدى. السلام عليكم. مرحب مرحب. عامل ايه؟ والله الحمد لله تمام. الو استاذة هدى. شكرا يا حبيبي. شكرا شكرا. يا رب يكون عجبتكم. بس يا رب يكون بتعجبكم الاكلات. شكرا لاتصالك يا حبيبي. عندك اي سؤال؟ عايز طريقه البيكاتا. البيكاتا عنينا يا حبيبي. حاضر حاضر. استاذ سيد السلام عليكم. نشيل دي يا شيف. ازيك يا شيف؟ اخبارك يا شيف؟ والله الحمد لله تمام. الله يحفظك يا استاذ سيد. مرحب. الله اكبر الله اكبر. يعني ربنا يحفظك يا استاذ سيد. ربنا يزيدك يا رب ويبارك فيك. يا رب يكون عجبتك الاكلات. يا رب يكون تعجبكم يا رب. الله اكبر حاجه يعني بجد. الله اكبر يعني. تسلم يا غالي. ربنا يحفظك يا عم سيد. ربنا يزيدك يا رب. منديل. سؤالي يا شيف بقى، هو ينفع بقى نطلب الاكل ده اونلاين؟ ده على عينين يعني. يعني لو ينفع نطلبه اونلاين. اكيد تطلبه على عينين. على عينين. معاك الشيف ام بلال ومعاك الرقم بتاعي. اي حاجه تطلبوها اي وجبات تحت امرك يا استاذ سيد. احنا بنعمل حفلات واعياد ميلاد وكده يعني كل حاجه يا فندم. كل حاجه. يا رب دايما يسعدكم ويعدي علينا الايام دي بخير ونرجع لحفلاتنا ونرجع لافراحنا. ربنا يفرحكم دايما يا استاذ سيد باذن الله. وربنا يزيدك يا شيف. وتسلم ايده ام بلال بجد. تسلم تسلم. ربنا يزيدك يا غالي. ربنا يعز حضرتك يا رب. ربنا يزيدك يا غالي. وربنا يفرحك في كل الحفلات في كل الافراح. ام بلال بتعمل كل الوجبات واحنا برضو شغالين في الحفلات في كل حاجه. عندنا كل المعدات بتاعتنا. يا رب يسعدكم ويفرحكم. أمين. ونرجع لافراحنا تاني ونرجع لحفلاتنا تاني. ايام صعبه شويه بس ان شاء الله تعدي بخير. طول ما احنا ايدينا في ايدين بعض ويكون نخاف على بعض بكل امكانات بكل حاجه هنعديها بكل سهوله بكل طريقه كويسه. نشرح طريقه أستاذة شروق. السلام عليكم. اشرح طريقة المنبار يا أم. ألو أستاذة شروق. ألو ازيك يا شيخ؟ ما أستاذة شروق مرحب بيك يا غالي. مرحبا. الحمد لله. وأنت عامل إيه؟ والله الحمد لله يا غالي تمام. والله عامل كوارع وعامل منبار مع أم بلال أهو. أنت عاملين أكتر زي الفل. والله تسلم يا غالي. أكلاتك حلوة أوي يا شيخ. شكرا يا حبيبي. شكرا شكرا يا باشا. شكرا يا أستاذة أسراء. عندك أي سؤال؟ طريقة المنبار هنتكلم عليها. طريقة المنبار يا شيف. وننزل. اتفضلي علي صوتك يا ام بلال عشان الناس. طيب حاضر. بنجيب كيلو منبار. ابو مرزوق السلام طيب. عليكم. ايوه السلام عليكم يا باشا. يا مرحب يا مرحب يا ابو مرزوق. كيف حالك؟ السلام للحاجة ام بلال. يا مرحب. عينينا قدامك يا سلم عليها اللي انت عايزه. الله يسلمك يا حبيب قلبي. ازيك ابو مرزوق؟ معاك يا ام بلال. يا مرحب بيك يا حبيب قلبي. ازيك يا عمتي؟ عامله ايه؟ تسلم يا حبيبي. والله ما تحرمش منك. الله يكرمك. الله يصلح حالنا وحالك. وكله مبسوط بيكي. وعلي مرزوق بيحييك وكله بيحييك. والله تسلم يا غالي. دايما يا رب دايما على طول يسعدكم ويفرحكم يا حبيبي. شكرا. تمام. شكرا لاتصالك. عندك اي سؤال؟ شكرا يا عم الحاج. دايما على طول يا رب دايما. اشرح طريقه المنبار على طول يا ام بلال. يا شفنا بنجيب كيلو منبار. تمام. عليه يعني كيلو الا ربع رز حلو قوي. تمام. وكيلو طماطم بنبشرها. تمام.
ونص كيلو بصل، والخضره طبعا من كل حزمه من كل نوع، يعني البقدونس كزبره شبت تمام، من كل حاجه حزمتين، وبنقطعهم تمام تقطير رفيع جدا، وبتشيل العروق منها خالص تمام. والخلطه بقى بتاعتها اللي هي الطاوله بتاعتها، شويه كمون، شويه كزبره ناشفه، شويه فلفل اسود والنعناع طبعا والملح والفلفل ده اكيد، وشويه الزيت اكيد، والحبهان الجميل برضه ما تنساهوش، ده الحبهان انا بحطه في الشوربه الحقيقه تمام تمام، زي الفل زي الفل زي الفل. اه فبضربهم في بعضهم في بعضهم كده، وبعدين بحشي من بره طبعا، بكون منظفاه طبعا التنظيف اللي حضرتك عارفه طبعا. لا انا مش انا عايز اعرف الناس حبايبنا اللي قدامنا، ده انا عيني ليهم لازم طبعاً. لازم يا ست الكل بنجيب المنبر طبعا نضيف من عند الراجل، بخليه يقلبه طبعا وبنظفه عنده تمام. بجيب انا بقى عندي كمان بروح نقعف خل وملح تمام لمده نص ساعه كده، وبعدين برجع تاني اشيله بميه وملح تاني وليمون تمام. بتغسليه كم مره كده؟ كم مره؟ كتير طبعا، ثلاث اربع مرات تمام زي الفل. اه يعني حسب ما تشم الريحه بتاعته يا شيف تمام تمام. وبعد كده كمان بتسيب الحنفيه بتاعته في في المنبريه من جوه عشان تنزل، نفتحها من جوه ونحط الحنفيه تمام تمام. وبعدين بقطع المنبر كده عشان خاطر ما ياخدش معايا وقت في الحشو، ما افضلش احشي المنبريه على طول تمام تمام يا شيف. فبقطعها تمام تمام، بس بقطعها القطعه اللي انت حضرتك شايفها كده على قد المقاس اللي حضرتك تعزوه تمام، بس وبنحشيها وطريقه التنظيف قدام حضراتكم على طول. السلق بقى شفنا بنعمل ايه بقى في السليق بتاعه، بنحط طبعا الحبهان حضرتك تمام، وبصلايه وشويه ملح طبعا اكيد، ونحطهم على البوتاجاز، وبصلايه طبعا احنا قلنا عليها، وطماطميه كمان ما يجراش حاجه، تسلقها تغلي الميه، تحط المنبار بتاعك يستوي لمده ثلث ساعه نص ساعه حسب المنبره ذات نفسها تمام، بس ونطلعها بقى كده ونصفيها، وبعدين نقليها تمام في الزيت وتاكل بقى. لما نيجي نحشي المنبار، اما نيجي نحشي المنبار قول لهم ان الحشو بتاعي بيكون ازاي، يعني انا لما اجي احشيه املاه على الاخر؟ لا لا طبعا عشان شيف، لا طبعا عشان دي معلومات موثقه، عشان بس ما تبقاش في الزيت، عشان ما تحطش في الميه تاخد الرز بتاعها كله، عشان المنبار لو باظ احنا كده مش مسؤولين. احنا بنديكم التركه بتاعتها الاساسيه. المنبار يا شيف كمان تمام، يعني ما نغطيش المنبار وهو بيتسلق تمام، عشان ممكن يفرقع مننا ميه بتغلي تمام. بس وبعدين نخلي من هنا فاضي، من هنا فاضي حته بس كده، وبتنزف الميه على طول بتلم تمام، فما بتبقاش منزل لك رز كتير في قلب الميه، عشان الناس بتخاف تقطعه كده تقول لك عشان الرز ما ينزلش كتير. لا، هي لو عملته بنفس الطريقه كده او اي حد عمله بنفس الطريقه بامر الله تعالى مش هتلاقي رز كتير في الميه، هيطلع نفس التركه بامر الله تعالى. مصداقيه البرنامج بتاعنا مصداقيه كامله من ستات البيوت للشيفات العاليه. ربنا يخليك يا شيف. البرنامج بتاعنا او القناه بتاعتنا مفتوحه لاي شيف حبيبنا يحب ان هو يشارك معانا، يتفضل مفيش اي مشاكل، ياخد رقم التليفون ويتواصل معانا. عملنا اكلات بسيطه وطريقتنا طريقه بسيطه، يا رب يكون عجبتكم او يا رب يكون تساعدكم. طريقه المنبار مره تانية، اهم حاجه النظافه في كل حاجه، اهم حاجه نظافه المطبخ طبعاً. اهم حاجه التركه بتاعتنا ان احنا نسعد الناس، ندخل لهم ولو حتى كلمه بسيطه، ولو طبق صغير لجيراننا لاهالينا لحبايبنا لكل مكان. كل واحد يلتزم بيته، وكل واحد عشان نعدي الايام دي كلها بخير يلتزم كل التعليمات المختصين بيقولوا عليها عشان نعديها بكل سهوله وبكل بساطه. يا رب يزيح الغمه من على طريقه من على الامه، عشان نرجع تاني لافراحنا ولحفلاتنا، ونرجع تاني لشغلنا، ونرجع تاني لمساجدنا، عشان نعدي رمضان ونخش على رمضان بقلب يكون كويس، يكون صافيين لكل حاجه. امين ان شاء الله باذن الله كل على خير. طريقه البيتزا بطريقه سريعه، معانا كوبايه من الحليب دافيه، كوبايه من الحليب دافيه، بحط عليها معلقه من الخميره الفوريه، بحط عليها معلقه من السكر، رشه الملح، وبحط عليها معلقتين من زيت الزيتون، وبضرب بيضه معاها على حسب الرغبه. البيضه بنضرب بيضه معاها وننزل بالماده السائله، نضرب بالماده السائله بعد ما حطينا الخميره، بعد ما حطينا الخميره وحطينا الزيت وحطينا السكر وحطينا الملح وحطينا الزيت وحطينا الخل، نعدل سفرتنا عشان يكون المنظر بتاعنا جميل. كوبايه الحليب، معلقه الخميره، معلقه السكر، رشه الملح، معلقتين الزيت، البيضه نضربها. بعد كده بجيب الدقيق متعدد الاستخدام على حسب ما بياخد الكميه، بيكون العجينه بتاعتي ولا طريه قوي تمام ولا يابسه قوي.
بعد كده بسيبها تختمر حوالي 10 دقائق او يتضاعف الحجم بتاعها. ولو عايزين تحطوا زعتر في قلب العجين مفيش اي مشاكل، عايزين تحطوا حبهان ناعم مفيش اي مشاكل. بجيب صينيه بفردها بالنشابه او بفردها في الصينيه بمعلقه من الزيت، بكون دهن الصينيه معلقه من الزيت يكون السمك بتاعها صغير، وبحضر لها الصلصه بتاعتها اللي هي عباره عن اتفضلي تمام تمام وشويه عصير طماطم تمام تمام، ونحطها بقى نحطهم كلهم على بعض بتاع السبك فص الثوم يتعمل معلقه من الخل يا ريت عشان يكون الطعم والزعتر والحبهان تتبلوها. وبعد كده بنجيب العجين بتاعنا نغرز بالشوكه بتاعتنا نعمل له فتحات وننزل بالصلصه، بعد كده ننزل بالزيتون، بعد كده ننزل بالجبنه الموتزاريلا ما نخليهاش الاخر. أيوة ونحط صح. الحشوات الاخيره عشان تطلع معاكم مطاطيه صح، لازم الجبنه لا تكون لا شكلها حلو كمان يا شيف الشكل بيحط الجبنه من فوق كلها بتتحرق فبتلاقيها كلها ايه يعني متغطيه ما تشوفش الحاجه اللي تحت. تمام تمام تسلم ايديك. نحط الجبنه ونحط الحشوات اللي احنا نحبها، عايزينها بالجبنه عايزينها عايزين كفتة الفراخ كده. خلصنا البيتزا زي ما اتفقنا بتقعد حوالي 10 دقايق بالظبط في على النار، 10 دقايق 10 دقايق على في الفرن على وبتطلع النار طبعا اهم حاجه طبعا. عملنا ادي السفره بتاعتنا الجميله، هذه السفرة بتاعتنا الجميلة بتركات مصرية بسيطة وبالنفس المصري التمام، بالنفس المصري التمام. وهذه السفرة بتاعتنا الجميلة وتشكيلات البرتقال بالجزر سهلة جدا مع البرتقال والجزر، بنعمل أحلى عصير برتقالة واحدة وجزرية واحدة. وهذه الوجبات بتاعتنا اللي بتقدم في رمضان بالتشكيلة الجميلة. يا رب يكون سفرتنا عجبتكم، ومتشكرين جدا لأم بلال الست المصرية المكافحة اللي مية مية اللي بتكافح في كل بيت اللي في بيتها اللي بتعمل لأغراضها الجميلة الحلوة بتطلع أكلات جميلة وتركات بسيطة. متشكرين لك جدا جدا ويا رب بالتوفيق دايما ويجعل أيامك كلها سعد ويسعد أهلك كلهم. ومتشكرين للناس اللي اتصلوا بينا، ومتشكرين أي سؤال أو أي حاجة تخشوا على أكلة بسيطة مصرية الشيف ماجد فوزي حمزاوي أو الشيفة أم بلال على الفيس، أي سؤال تحبوه يا رب يكون أكلاتنا عجبتكم، ويا رب يكون شرحنا مبسط ليكم. شكرا ليكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.